الأستاذ مروان بيقول هل كل المسلمين بيدخلوا الجنة؟ يعني حتى تارك الصلاة واحد مش بيصلي خالص. فأنا سألتك يا أستاذ مروان، الصلاة دي هو سايبها، بيقول لا ما فيش صلاة وما فيش حاجة اسمها صلاة، بينكر الصلاة، ده قصة، ده موضوع. إنما واحد مؤمن بفرضية الصلاة لكن هو مش قادر على نفسه يصلي، يعني شيطانه أضله، نفسه أغوته، لكن هو مؤمن بفرضية الصلاة ويعلم أنه مخالف للأمر الإلهي. الصلاة حق من حقوق الله تعالى، وهو وحده سبحانه وتعالى اللي بيحاسب عليها. والأصل إن الإنسان الذي يشهد بأن لا إله إلا الله وأن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيدخل الجنة، وهذا ما نعتقده ونؤمن به، لكن بنأكد دون استهانة بالتكاليف الشرعية واللي من أخطرها الصلاة، اللي هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، والتي إذا صلحت الصلاة صلح سائر عمل ذلك الإنسان. فذلك الذي يكسل أو يتهاون بأمر الصلاة عليه أن يفيق، عليه أن يفيق ويبدأ فإنه يعود، يبدأ في أداء الصلاة على وقتها والصلوات اللي فاتته كده، يتوب ويستغفر ويبدأ في قضائها وقت ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يا أستاذ أحمد، يا أستاذ مروان، ونحن نذلك نفرق بين تارك الصلاة إنكارا لفرضيتها وبين الذي يؤمن بفرضية الصلاة لكنه لا يصلي.